هذا واحد جاء عند هارون الرشيد الله يكنت أحفظ اسمه، وأمر له هارون الرشيد ب30,000 درهم أعطيها، يعني تعرف الخلفاء اللي يجيهم ما يرجع خالي الوفاض، قليل يعني أغلبهم يأخذ يسدون الحاجات ويسدون اللزوم. فاللي كان ماسك الصرف خالد بن يحيى البرمكي اللي هو وزير المالية، يعني اللي كان المتصرف، هو الوزير الأول ثم تقول في عهدنا الحالي يسمونه رئيس الحكومة أو شيء. فراح الرجال ذا للبرمكي، الفلوس وين؟ قال بعدين بعدين، قام يماطل ما بعدين، ما وصلنا صرف، ما مدري، ويرجع ذا ويجيب له أبيات الظاهر أن عمرو بن كلثوم كان يحب له واحدة اسمها هند، جاب لها أبيات، هو ذكي أنت يا ذا اللي يبغى الفلوس، وهارون رشيد ذكي، فجاء ما قال له فلان أنت مرت لي بعطية وفلان ما عطاني وترى تأخر علي، لا لا لا، جاء وقال ليت هندا أنجزتنا ما تعد واستراحت مما أو واستراحت مما تجد في نفسها مما تجد، ليتها استبدت مرة واحدة فالعاجز من لا يستبد. أعطاه البيتين ذي ومشى. هارون الرشيد ذكي، أخذ البيتين هذه قلبها، والرجال أنا أمر له بصرف فيها سر، وجاني بعد فترة، والبيت الأول فيه وعد ما تم، والبيت الثاني إنما العاجز من لا يستبد، يعني دفن المعنى، دفن المعنى، ذكي هذا وهذاك ذكي، كان شعراء محاورة، أسلم كان لهم شعراء محاورة. ف راح هارون الرشيد ويقولون انه نام في الليل، يوم اصبح الصبح قام، من يصبح عليه كل يوم؟ خالد بن يحيى البرمكي الوزير الاول يسمونه، صبحك الله بالخير يا طويل العمر، قال صبحني الله بالخير، ليت هند ليتها ايش يقول؟ يقول هارون رشيد يوم شافه قال صبحك الله بالخير يا طويل العمر، قال صبحك الله بالخير، انما العاجز من لا يستبد. هو يمسك فرامل انت يا ذا البرمكي، هو يروح العمال القصر والخدم، قال من اللي دخل على هارون الرشيد امس؟ من هو؟ قالوا دخل فلان ابن فلان، قال جيبوه خلوه يجي، تعال كم انت كنت تطلب من دراهم؟ قال ايه، قال كم؟ 30، قال هذه عليها 20 50,000، رح 50,000 درهم او دينار في ذاك الوقت، يبغى يستدرك ما راح، خلاص الرجال قايم من النوم، تخيل معناته البارح كله ما رقد، قايم من النوم يوم شافه قال صبحك الله بالخير طول عمرك، قال صبحك الله بالخير، انما العاجز من لا يستبد. وهذاك عرف في شيء، شو اسمه الشاعر؟ الشاعر الظاهر انه عمرو بن كلثوم في هند، حب له واحد اسمه هند، كانت هند ما تعطيه وجهه، شوف الابيات ذي حقت عمرو بن كلثوم هي اللي الله تسببت عليهم بس شوف استخدام الذكي هذا للابيات، دفن هالمعنى عشان ما يكتشف، عشان ما يلحقه ضرر. ايه في البدايه، في البدايه. وهارون ذكي طبعا، الخليفه ما يصير خليفه الا هو ذكي وداهيه، اكيد ما يصير، ما وصل اللي وصل له، ما وصل للمرحله هذه الا هو. احنا الحين نقول سيرته، احنا كم بيننا وبينه من كم؟ 1400 سنه، 1300 سنه، 1200 سنه. فأول ما بدا بخالد ده ذبحه، كان عنده حارس شخصي والله سجنه ولا ذبحه، اسمه مفتاح او اسمه، قال رح لخالد جيب لي راسه، قال اجيبه هو، قال جيب لي راسه. طيب ما تاكد قبل ما ولا خلاص انتهى، عرف كل شيء، عرف الرجال اكيد انه استفسر ولا شيء وعرف، وراح انت يا صاحب انت الحارس الشخصي، قال له فضل خالد البرمكي، كان له فضل عليه، قال له امير المؤمنين يطلب راسك، بس انت لك فضل علي فانا باخذك واشرح الوضع، بعطيك فرصه انك تشرح له وضعك. فيوم دخل عليه وياه قال له يا امير المؤمنين جبنا خالد البرمكي، قال جبت خالد؟ قال ايه، قال خليه يدخل،
دخل خالد المرمكي وجلس. قال انا وش قلت لك يا حارس الشخصي؟ ما قلت لك جب راسه؟ بقصه. ايه. قال الحين يا راسك يا راسه بسرعه. بمعنى القصه يوم وصلت. هو يطق راسه. انت يا المتاح. الحارس طق راس البرمكي. ومن خالد وبدا في الباقيين. الى درجه ان واحد من البرامكه كان قائد الجيوش في خراسان او شيء. فاستدرج لين جاء وسجنه. فقلب ظهر المجن عليهم كلهم.